السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم مع وصفه جديده اللي سهله والمقادير ديالها بساطين، وكتجي لذيذه 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 بزاف، اللي هي اندومي بالخضره. كتجي بنينه ولذيذه بزاف، من نهار جربتها ولادي ديما يقولوا لي ديريها لنا. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتنال الرضا ديالكم. نخليكم على بركه الله مع المقادير. بسم الله على بركة الله. نبداو المقادير اللي عندنا وطريقة التحضير. غادي نحتاجو واحد القرعة صغيرة محكوكة هكا بالطول، تكون طويلة هكا، واحد خيزوية متوسطة حتى هي محكوكة نفس الشيء بالطول، نص فلفلة إلا كانت كبيرة غير نص، إلا كانت صغيرة وحدة كاملة، واحد البصلة متوسطة مشلضة، شوية جلبانة، وجوج ديال اندومي. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج غير التوابل ديال اندومي. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الملون. الا ما بغيتوش الملون ماشي ضروري انكم ديروه، انا غادي نزيد مع واحد شويه الملون. ندوزو للطريقه ديال التحضير. على بركه الله نبداو الطريقه ديال التحضير. غادي نديرو مقيله، نقصو البوطه، نديرو فيها شوية الزيت، نديرو بصيلة ديالنا، غادي ندير البصلة والفلفلة، نخليهم يتشحروا مزيان حتى يهبطوا لنا، وعاد نكمل معاهم نكمل الخضرة الأخرى. من بعد ما تشحرتنا البصيلة ديالنا هي والفلفلة، غادي ندير القرعة، نضيف عليهم الجبنة، غادي نضيف هاد التوابل ديال الاندومي، اللي كيعجبو الحار يديرو، اللي ما كيعجبوش ما يديروش، حيت ما كتعجبها بالحار. غادي نديرهم بجوج، ما غاديش نزيد هادي، صافي غادي نتأكد من وحدة. نزيد واحد شوية الملحة، شوية الملون اختياري ماشي ضروري، كاين اللي ما كيعجبوش يستعملو. غادي نضيف واحد الكاس او كاس ونص ديال الماء، الماء على حسب عباركم نتوما شحال غادي ديرو. غادي نزيد واحد السكر، غادي نخلي تسبخ واحد شويه غير على حساب الجلبانه، راه دغيا كطيب. هانتوما البنات، بعد ما تبخات ليا هاد المريقه هادي غادي نشوف الجلبانه، ها هي صافي بدا كيدخل ليها الطياب. صافي غادي ندير اندومي، غادي يبقى عندي ميزاني، الا لقيت بانني خاصني المرقة غادي نزيد، لقيتها غادي تكفيني صافي ما نزيدش، انا غادي نزيد واحد شوية. صافي غادي نخلي تطبخ لنا اندومي، راكو عارفين اندومي راه دغيا كطيب. غادي نخليها تطبخ،
قلبوها الجهه الاخرى بعد ما حسينا بها الباسكة تطلع. نخليها عاوتاني نخليوها تشيها بمريقة. بعد ما خليتها نشفات شويه البنات صافي هي واجده، ها اندومي ديالي واجده. نتمنى تعجبكم وما نقولكمش المذاق ديالها البنات، كي كيجي رائع رائع رائع، كنشهي ولادي حدايا. ها نتوما شوفي كي كتجي معسله بديك البصيله وبديك القرعه وخيزو، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى هاد الوصفه ديال هاد النهار تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وشكرا لكم على التعليقات. ما تنساونيش كما كنقول لكم دائما دائما بالتعليقات ديالكم زوينه وبجيم الفيديو، واللي جات دخلت جديده مرحبا والف مرحبا بها، ما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس باش يبقى يوصلنا كل جديد، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.